مليار جنيه للتعامل مع مشكلة كورونا. في سيد وزير المالية أعلن منذ فترة ليست بالبعيدة أنه في مليار جنيه إضافية تم تخصيصها لشراء المستلزمات الوقاية والحماية من خلال هيئة الشراء الموحد. إحنا من أسبوع بالضبط كان في جدول اتوزع على كل المستشفيات الجامعية لاستلام حصتها. النهاردة بنعد جدول تاني بالأسبوع الجاي عشان الناس تستلم حصصها. فلا شك انه العالم كله بيعاني من نقص. احنا مش في نقص على قد ما في ترشيد للاستخدام وفق المعايير برضو التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. هي الفكرة انه احيانا الناس مع تخوفهم الشديد, وده شيء مقبول ومعذور, احيانا بيبقوا متخيلين انه لابد ان يستخدموا الوقايات في اوقات لا يوجد دليل على انها مفيدة. فاللي بيحصل هو استخدام الوقايات الشخصية وفق الإرشادات التي المبنية على الدليل. لما الدليل العلمي والطبي بيقول استخدم الماسك من النوع الفلاني في الموقف الفلاني, هو ده اللي احنا بنعمله. لما يقول لكن الناس كلها بتقول لك طب نستخدم الماسك عالي الكفاءة في ليه ما نستخدموش؟ الحقيقة لو مشينا كده العالم كله بيعاني من نقص. احنا لازم نرشد إمكاناتنا بما لا يضر صحة أبطالنا على خط الدفاع الأول ولا صحة مرضانا اللي احنا بندافع عنهم أساسا. طيب نروح للجزء الآخر وهو مرتبط أيضا بمعهد الأورام, الاستعدادات المستشفيات الجامعية لأي تطور. إيه استعداداتكم في هذه المستشفيات, الإجراءات, التدريب القائمين داخل المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية, أو عندنا كم مستشفى الأول جاهزة؟ عندنا إحنا إجمالي عدد المستشفيات الجامعية حتى هذه اللحظة هو 113 مستشفى بأكثر من 35,000 سرير. بس برضو خليني أوضح لحضرتك نقطة يا أستاذ أحمد, وهي أنه منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه فيروس الكورونا الكوفيد 19 بقى جائحة, وجائحة تعني ببساطة أنه لن تخلو دولة من الوصول إليها, هيدخل في كل دولة. كانت هناك خطة أعدتها الدولة المصرية لمنع الانتشار. الخطة دي واضحة المعالم جدا في عند صناع القرار. هنعمل إيه من يوم واحد اللي هو أول ظهور حالة اللي كان في 23 أو 24 فبراير أو 14 فبراير إلى إن شاء الله نهاية الأمر. البداية كان في تنسيق واضح وتكامل بيننا وبين وزارة الصحة كمستشفيات جامعية. أنا أستخدم ينص على الإيه؟ ألف سلام. ربنا يخليك. تتولى. لا مش عايزين كحة كتير. أيوه يعني هل دلوقتي هل أنا دلوقتي لما كحيت بقى عندي كورونا؟ الحقيقة المسألة ليس في حساسية. فالحاصل انه الخطه كانت انه في المرحله الاولى تقوم مستشفيات وزاره الصحه بالتعامل مع الحالات اللي يشتبه فيها او المؤكده بانها كورونا, وتم تخصيص 27 مستشفى على مستوى الجمهوريه للعزل. وتقوم المستشفيات الجامعيه في نفس الوقت بالتعامل مع بقيه الحالات التي تعاني من امراض اخرى بعيده عن الكورونا. يبقى احنا كده كدوله بنتكامل, الصحه بتقوم بدور واحنا بنقوم بدور في نفس الوقت. وفي نفس الوقت ده اللي هو في المرحله الاولى من الخطه كانت أن يقوم الطواقم الطبية في المستشفيات الجامعية بالتكامل مع زملائهم في مستشفيات وزارة الصحة بالعمل بمستشفيات العزل. طب لما بدأ يبقى في انتشار بدأ فعلنا, مش عملنا خطة, فعلنا المرحلة الثانية من الخطة. المرحلة الثانية من الخطة اللي هي إيه؟ أنه يكون في أماكن في المستشفيات الجامعية سواء أقسام مستقلة أو مستشفيات مستقلة كما هو حادث النهاردة في جامعة عين شمس وفي جامعة القاهرة وفي جامعة أسيوط وجامعة اسكندرية, مستشفيات خصصت وجاهزة ومستعدية بطواقمها وبأجهزتها. عندما تعلن وزارة الصحة ان احنا هنبدأ نشتغل خلاص احنا جاهزين. دي المرحلة الثانية من الخطة.